السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم فريق العمل في مركز الإتقان الدولي أرحب بكم في إطلالة على دورتنا القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، دورة استراتيجيات حديثة في إدارة الموارد البشرية. في هذا البرنامج التدريبي بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن قضايا أساسية في إدارة الموارد البشرية، وهي أن الناس مختلفون بطبعهم، وأن الوظائف أيضا مختلفة، وأن دور إدارة الموارد البشرية هي كيفية التوفيق ما بين الموظفين المختلفين في طباعهم وفي تأهيلهم وفي تخصصاتهم، وما بين طبيعة الوظائف التي تحتاج إلى تخصصات نوعية وتحتاج أيضا إلى القيام بواجبات ومهام تخصصية. خلال هذا البرنامج التدريبي سنتعرف على مفهوم إدارة الموارد البشرية الحديثة بأنها عبارة عن مجموعة من الأنشطة والبرامج تسعى لرفع كفاءة وفاعلية وإنتاجية الفرد والمنظمة، وسنتعرف أيضا على مجموعة من العمليات تسمى العمليات الأساسية لإدارة الموارد البشرية، وهي عمليات تحليل وتصميم العمل. سنتعرف على تخطيط القوى العاملة، سنتعرف أيضا على تخطيط المسار الوظيفي، وسنتعرف أيضا على تصميم أنظمة المزايا والخدمات والحوافز، وسنتعرف على تصميم أنظمة الحوافز، وسنتعرف على تصميم هياكل الأجور، وسنتعرف على عمليات الاختيار والتعيين وكيف تستطيع استقطاب الموظفين المميزين، سنتعرف على عمليات التدريب وعلاقتها أيضا بإدارة الموارد البشرية، سنتعرف على عمليات تقييم الأداء ودورة تقييم الأداء. هذا البرنامج التدريبي أيها الأحبة سيركز بشكل كبير جدا على التطبيقات العملية لإدارة الموارد البشرية، كيف نستطيع أن نخرج معنا أخصائي إدارة موارد بشرية قادرا بإذن الله سبحانه وتعالى على القيام بعمليات إدارة موارد بشرية بكفاءة وفاعلية. كونوا معنا في برنامجنا القادم، استمتعوا بعملية التدريب واستمتعوا بعملية تطوير منظماتكم. شكرا لكم.